يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما يروى من أن خالد ابن الوليد رضي الله عنه قد شرب السم فلم يضره، هل هذا من الكرامات؟ نعم بلا شك هذا من الكرامات، لأن خالد بن الوليد فعل خارقا للعادة، وهو صحابي جليل ومقاتل وقائد شجاع يجاهد في سبيل الله، فما يجري على يده من الخوارق يكون من الكرامات بلا شك. نعم، وهو فعل هذا لأجل الحجة في الدين كما سبق لكم، من باب الحجة في الدين، من أجل أن يظهر أحقية هذا الدين. نعم.